السلام عليكم، ازيكم يا تانية ثانوي؟ النهاردة هنشرح مع بعض درس أو الجزء الأولاني من درس تابع التغذية. تابع التغذية، احنا في الدرس اللي فات فهمنا إن النبات عندنا مثلا لو ده كده نبات وده كده جدر النبات، فهمنا طبعا إن النباتات الخضراء هي ذاتية الإيه؟ ذاتية التغذية. وقلنا على النباتات دي إن هي بتقدر إن هي تمتص من التربة، بتمتص الماء اللي هو H2O، وبتمتص كمان الأملاح علشان بعد كده تبدأ إن هي تنقل المية والأملاح دي تطلعها لمين؟ تطلعها للورقة، وبعد كده تقدر إن هي تدخلها في مجموعة من التفاعلات الضوئية طبعا بالمساعدة بضوء الشمس، فتعمل مجموعة من التفاعلات الضوئية اسمها البناء الضوئي عشان تقدر بعد كده تطلع لي الجلوكوز اللي هو طبعا تبع الكربوهيدرات، وبعد كده تقدر ان هي تحوله الى البروتينات. تمام، يبقى ده كان الدرس الاولاني كله. الدرس الاولاني فهمنا ازاي النبات بيقدر ان هو يمتص المية ويقدر ان هو يمتص الاملاح. النهارده احنا المفروض هنفهم او الدرس التاني بتاع تبع التغذية الذاتية، تبع التغذية الذاتية هنشرح فيه ازاي النبات ده بيقدر يعمل عملية البناء الضوئي. طبعا قبل ما يقدر او قبل ما نفهم ازاي النبات بيقدر يعمل عملية البناء الضوئي، احنا محتاجين نفهم تشريح الايه؟ تشريح الورق كويس جدا. علشان كده محتاج نراجع شوية حاجات كده من اولى ثانوي. هي الانسجة في النبات، تعالى كده نفهم الاول الانسجة في النبات بتنقسم الي. احنا عندنا الانسجة النباتية. الأنسجة النباتية بتنقسم إلى أنسجة بسيطة وأنسجة مركبة. الأنسجة كلمة نسيج بسيط كده، يعني مثلا أنا معايا دي خلية ودي خلية، لما يبقى كده الخليتين دول شبه بعض بقول على النسيج ده كده اسمه بسيط. إنما مثلا لو كانت معايا خلية نسيج مثلا خلية والخلية التانية مثلا دي واحدة حية واحدة ميتة والاتنين مختلفين عن بعض بقول على النسيج ده اسمه نسيج مركب أو نسيج معقد. طيب الأنسجة البسيطة تعالى كده راجع معايا أو افتكر معايا، بتنقسم إلى ثلاث أنواع من الأنسجة. كان عندنا نسيج اسمه نسيج برانشيمي، نسيج برانشيمي، ونسيج كولانشيمي، ونسيج سكلرانشيمي. كان الفرق ما بينهم ان احنا بنقول ان النسيج البرانشيمي ده خلايا كان في ما بينها مسافات بينية، دي كده خلايا نباتية عادي في ما بينها مسافات بينية. وظيفة المسافات البينية ان هي بتساعدنا في عملية التنفس، كانت بتساعدنا في عملية الايه؟ التنفس. ليه؟ لان المسافات البينية دي بتدخل مثلا ممكن يدخل منها ثاني اكسيد الكربون، ممكن يخرج منها الاكسجين، ممكن يخرج بخار الماء اللي هو ال H2O، وبالتالي كان بيساعدنا في عملية الايه؟ التنفس. يبقى تاني كده نسيج برانشيمي عبارة عن خلايا، طبعا ده نسيج بسيط، الخلايا في ما بينها مسافات ايه؟ في ما بينها مسافات بينية. طيب ممكن الخلايا دي تحتوي على بلاستيدات خضراء، طيب هي اللي بيكون فيها بلاستيدات خضراء يبقى التالي تقدر ان هي تعمل عملية الايه؟ عملية البناء الضوئي. ده كان باختصار شديد جدا تكوين النسيج البرانشيمي. نيجي بعد كده للنسيج الكولانشيمي. النسيج الكولانشيمي نقدر نعتبر ان هو زي النسيج البرانشيمي، ولكن الفرق ان كان بيتغلظ عليه من الخارج مادة اسمها مادة السليلوز، وانا عارفين ان السليلوز ده دي كده المادة المترسبة من الخارج دي اسمها ايه؟ سليلوز. والسليلوز ده مادة مرنة، يعني بتدي للنبات المرونة. احنا عندنا في فرق ما بين كلمة مرونة وصلابة. المرونة هو النبات مثلا زي الساق مثلا بتاع نبات الملوخية ولا نبات البرسيم، بتلاقي الساق لما يجي شوية هوا كده عليه بتلاقيه بيروح وبيجي، فدي اسمها مرونة. انما مثلا لو شجرة زي شجرة الجزورين ولا شجرة زي شجرة الليمون، الشجرة دي لو جه عليها شوية هوا جامدين هتقع مرة واحدة، ودي اسمها صلابة. وبالتالي كده انا عندي السلوز دي مادة مرنة وكمان مادة منفذة للماء، وبالتالي كده الخلايا دي خلايا حية. نفس الفكرة برضو النسيج البرانشيمي خلايا ايه؟ خلايا بتكون حية. يبقى كده النسيج الكولانشيمي ده عبارة عن خلايا بس، كل الحكاية ان احنا بنتغلظ عليها مادة مين؟ مادة السليلوز من بره. طب النسيج الاسكرانشيمي نقدر نعتبر ان النسيج الاسكرانشيمي خلايا زي النسيج الكولانشيمي، هو بيكون عليها السليلوز من بره، في كده ايه؟ سليلوز من بره، وكمان بنزود عليها مادة اللجنين من الداخل، بيكون في كده مادة الايه؟
اللجنين، واحنا طبعا فهمنا ان اللجنين ده مادة غير منفذة، ادي لجنين واللجنين ده بيكون ايه غير منفذ، يبقى كده في معانا ايه لجنين غير منفذ. طيب اللجنين ده قلنا ان هو بيكون غير منفذ، يعني كده احنا بنستنتج ان خلايا النسيج الاسكرانشيمي هي خلايا ميتة وغير حية، وطبعا اللجنين ده بيكون صلب، فبيدي النبات الايه بيكسب النبات الصلبة. ده كان باختصار شديد النسيج البسيط او النسيج النباتي البسيط، برانشيمي وكولانشيمي وسكلرانشيمي. طيب انما النسيج المركب بنقول عليها الانسجة الوعائية، ممكن نقول عليها الانسجة الوعائية. الانسجة الوعائية دي بتنقسم الى عندنا الخشب واللحاء. الخشب ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من اوعية الخشب، يعني دي كده اسمها دي أوعية الخشب، وأوعية الخشب وظيفتها إن هي بتنقل الماء والأملاح، يعني هنا بيكون في ماء وأملاح، تمام، يعني بينقل المواد الإيه؟ بينقل المواد الخام، وطبعا عشان يقدر ينقل المية والأملاح بيكون مترسب على الجدار مادة اللجنين الغير منفذة للماء، مادة اللجنين اللي بتكون غير منفذة للماء، وطبعا دي بتكون خلايا إيه؟ أوعية الخشب دي بتكون خلايا طبعا خلايا غير حية، وبيكون بتاخد غذاء طبعا من الخلايا الحية اللي جنبها اسمها ايه اسمها برانشيما الخشب، بيكون في خلايا جنبها كده اسمها برانشيما الخشب، برانشيما الخشب. ده باختصار شديد كده تكوين الخشب. طب بالنسبة للحاء، اللحاء بيتكون من الأنابيب الغربلية، بيكون في هنا كده اسمها أنابيب غربلية، ادي كده بيكون في غربال هنا كده، وبيكون في جنبها خلايا مرافقة، دي اسمها خلايا مرافقة. الخلايا المرافقة دي بتكون خلايا حية فيها أنوية عادي خالص، وبيكون فيها الميتوكوندريا عشان تقدر تصنع ATP تدي لمين؟ لتدي للأنابيب الغربلية. طيب دي كانت ده كان كده باختصار شديد أنواع الأنسجة في النبات. النهاردة هنزود عليهم كمان نسيج اسمه النسيج الكلورانشيمي. هو النسيج الكلورانشيمي ده هو عبارة عن، بص اهو، نسيج كلورانشيمي، كلورانشيمي. النسيج الكلورانشيمي ده عبارة عن خلايا برانشيمية عادي خالص، اهي دي كده خلايا برانشيمية، نسيج برانشيمي عادي اهوت، بيكون عليه مادة كلوروفيل، صبغ الكلوروفيل، بنزيد عليه ايه؟ بنزود عليه كلوروفيل، بنزود عليه كلوروفيل، فنقول عليه اسمه النسيج الايه؟ الكلورانشيمي. بيتميز بايه بقى النسيج ده؟ او بيكون موجود فين؟ بيكون موجود في سيقان النباتات العشبية، سيقان النباتات العشبية. كل الكلام ده كده انا عايزك تحفظه علشان هنحتاجه في الحصة بتاعتنا دي النهاردة. طيب احنا عندنا لما جينا اتكلمنا قلنا ايه؟ قلنا ان النبات بيمتص الماء والاملاح، يبقى معانا كده نبات هو تمتص المية، امتص المية وامتص الاملاح، يبقى النبات امتص المية وامتص الاملاح، بيبدأ ان هو ينقلهم لحد ما يوديهم لمين؟ للورقة، لحد ما يوديهم للورقة عشان تعمل عملية البناء الضوئي. وبالتالي كده العضو الاساسي او المركز الاساسي اللي بيقدر انه يعمل عملية البناء الضوئي هو الورقة، يبقى الورقة هي اللي بتقدر ان هي تعمل بناء ضوئي. طب ليه الورقة؟ علشان بتحتوي على بلاستيدة، بلاستيدة خضراء. طيب ليه البلاستيدة الخضراء؟ علشان بتحتوي على الاصباغ، بتحتوي على مين؟ على الاصباغ، اصباغ مين؟ الكلوروفيل، بتحتوي على الكلوروفيل، بتحتوي على الكلوروفيل. ليه؟ لأن الكلوروفيل ده هو اللي بيمتص الطاقة الضوئية، الكلوروفيل هو اللي بيمتص الطاقة الضوئية. يبقى لما أقول لك مين المركز الرئيسي أو المركز الأساسي لعملية البناء الضوئي هتقول لي الورقة. طيب ليه الورقة؟ لأن الورقة بتحتوي على بلاستيدة خضراء. طيب ليه البلاستيدة الخضراء؟ لأن البلاستيدة الخضراء بتحتوي على أصباغ الكلوروفيل اللي بتمتص الطاقة الضوئية. طب هل يا ترى الأوراق هي بس، يعني الأوراق بس هي اللي بتعمل عملية البناء الضوئي؟ هتقول لي لأ، السيقان النباتات العشبية، يعني ده لو نبات عشبي الساق بتاعه ده بيقدر يقدر ان هو يعمل عملية البناء الضوئي. طب ليه بيقدر ان هو يعمل عملية البناء الضوئي؟ لانه بيتكون من نسيج كلورانشيمي، كلورانشيمي. طب ايه النسيج الكلورانشيمي ده؟ قلنا ان هو عبارة عن خلايا برانشيمية عادي، هيت خلايا برانشيمية محطوط فيها مين؟ محطوط فيها صبغ الكلوروفيل، وبالتالي هو بيقدر ان هو يمتص الايه؟ الطاقة، يعني مثلا يمتص الطاقة الضوئية. يعني مثلا عندنا سيقان نبات الملوخية، سيقان نبات الملوخية، هو نبات الملوخية ده عشبي ولا مش عشبي؟ عشبي، بالتالي السيقان دي بتقدر ان هي تعمل عملية البناء الضوئي علشان بتحتوي على نسيج اسمه نسيج كلورانشيمي، نسيج اسمه النسيج الكلورانشيمي.
طيب تعالى بقى أول حاجة ناخدها معانا هي البلاستيدة الخضراء. عايزين نعرف تكوين البلاستيدة الخضراء. البلاستيدة الخضراء بتكون على شكل عدسة محدبة أهي. يبقى البلاستيدة الخضراء بتكون على شكل إيه؟ عدسة محدبة. بتتكون من غشاء رقيق مزدوج سمكه 10 نانومتر. يبقى ده كده غشاء أهو رقيق مزدوج. يبقى أول حاجة هي على شكل إيه؟ على شكل عدسة محدبة. يبقى البلاستيدة الخضراء بتكون على شكل عدسة محدبة. طيب هي ليه على شكل عدسة محدبة؟ علشان تزود مساحة السطح المعرض للضوء. ما أصل وظيفة البلاستيدة الخضراء إيه؟ إنها بتحتوي على الأصباغ اللي بتمتص الضوء، يعني نقدر نقول إن وظيفتها امتصاص الإيه؟ الضوء. وبالتالي طالما هي هتمتص الضوء يبقى لازم يكون مساحة سطحها كبيرة علشان الضوء يقدر يدخل من هنا، والضوء يقدر يدخل من هنا ويدخل من هنا ويدخل من هنا. وبالتالي هي بتكون على شكل عدسة ايه؟ محدبة لزيادة مساحة السطح الممتص. بتتكون من ايه؟ قلنا ان هي بتتكون اول حاجة من غشاء رقيق مزدوج سمكه 10 نانومتر. يبقى دي اول حاجة بتتكون منها اهو، غشاء رقيق مزدوج سمكه 10 نانومتر اهو مزدوج. تاني حاجة إن هي بتحتوي على الأرضية بتاعتها اسمها الستروما، ستروما أو بنقول عليها النخاع. بيتكون من مادة بروتينية عديمة اللون أهي. الجزء ده كده كله عبارة عن ستروما أو الأرضية بتاعتها، ستروما أو النخاع، ستروما أو النخاع. بيتكون من مادة بروتينية عديمة اللون، بتحتوي على حبيبات نشا، بيكون فيها حبيبات نشا صغيرة، تمام؟ بتحتوي على حبيبات إيه؟ يبقى دي اسمها نشا، دي اسمها الإيه؟ النشا. كمان بتحتوي على حاجة اسمها الـ DNA، بتلاقيه واخد الشكل ده كده، بتحتوي على الـ DNA. طيب يبقى كده عرفنا تاني البلاستيدة الخضراء بتكون على شكل عدسة محدبة علشان تزود مساحة السطح المعرض لمين؟ للضوء. بتتكون من غشاء رقيق مزدوج سمكه 10 نانومتر. بتحتوي طبعا على الأرضية بتاعتها، الأرضية بتاعت البلاستيدة الخضراء اسمها الستروما أو النخاع، ودي بتتكون من مواد بروتينية عديمة اللون، وبتحتوي طبعا على حبيبات نشا وبيكون جواها كمان الـ DNA. طيب فاضل اخر حاجة واهم حاجة وهي اقراص الجرانة. بيكون في اقراص كده فوق بعضها، اقراص كده فوق بعضها اسمها اقراص الايه؟ الجرانة. بتكون حاجة اسمها حبيبة. يبقى دي اسمها ايه؟ اقراص الجرانة، اقراص الجرانة، تمام. الحبيبة دي على بعضها اسمها ايه؟ الحبيبة. الحبيبة الواحدة بتتكون من 15 قرص، تمام. سمكة، بص ده اسمه القطر، الحتة دي كده اسمها القطر، انما ده اسمه السمك. القطر بتاع حبيبة الجرانة، القطر اللي هو ده اللي هي المسافة دي، اللي هي المسافة دي قطرها بيساوي كام؟ بيساوي نص مايكرون، يعني 5 من 10. نص ايه؟ نص مايكرون. طب بالنسبة للسمك اللي هو اللي فوق ده، السمك اكيد اكبر، يبقى السمك ده كام؟ 7 من 10 مايكرون. 7 من 10 ايه؟ 7 من 10 مايكرون. يبقى دي كده اسمها حبيبة الجرانة، بتتكون من 15 قرص. مثلا دي كمان حبيبة اهيت، فيكون في حبيبة بتحتوي على حوالي 15 قرص. قلنا خلاص القطر ده بيكون نص مايكرون، والسمك ده بيكون حوالي 7 من 10 مايكرون. بيقول لك يعني ساعات بيمتد ايه؟ ساعات بيمتد الاقراص، او مثلا قرص الجرانة ده بيبدأ ان هو يمتد لحد ما يتصل بمين؟ بالقرص التاني. طب ايه الفايدة من الموضوع ده؟ لزيادة مساحة السطح المعرض للضوء، يعني علشان يزود مساحة سطح برضو المعرض للايه؟ للضوء، وده بيزود من كفاءة مين؟ البلاستيدة الخضراء في امتصاص الطاقة الضوئية. طبعا اهم ما يميز اقراص الجرانة هو انها بتحتوي على الاصباغ. بتحتوي على ايه؟ الاصباغ. يبقى اهم حاجة بتحتوي على الاصباغ. تعال بعد كده نعرف ايه هي الاصباغ اللي بتكون موجودة في الجرانة. الاصباغ اللي بتكون موجودة، احنا عندنا الاصباغ دي بتنقسم الى 4 انواع من الاصباغ. عندنا اول نوع اسمه الكلوروفيل، كلوروفيل الف. عندنا تاني نوع اسمه كلوروفيل ب، والنوع التاني اسمه زانسوفيل،
زنسوفيل. زنسوفيل. والنوع التالت اسمه كاروتين. يبقى احنا معانا كلوروفيل ألف، كلوروفيل ب، زنسوفيل، كاروتين. بص كده معايا، انا عندي الكلوروفيل ده عامة، الكلوروفيل ده بيكون لونه اخضر، الكلوروفيل بيكون لونه اخضر، تمام. انما الزنسوفيل والكاروتين، الزنسوفيل والكاروتين بيكون لونهم اصفر، بيكون لونهم اصفر. يبقى كده دول لونهم ايه؟ اصفر. طيب عندنا بقى الكلوروفيل، الكلوروفيل ألف ده بيكون أخضر مزرق، إنما الكلوروفيل ب بيكون أخضر مصفر، والزنسوفيل ده بيكون أصفر. بص بقى، زنسوفيل، زنسوفيل عشان نحفظها، الزنسوفيل اللام دي بيكون أصفر ليموني، بيكون أصفر إيه؟ ليموني، تمام. إنما الكاروتين التيه ده، التيه ده بيكون أصفر برتقالي، برتقالي، تمام. يبقى تاني، الكلوروفيل ألف أخضر مزرق، الكلوروفيل ب أخضر مصفر، كده كده الاتنين الكلوروفيل بيكون لونهم أخضر. طب الزنسوفيل بيكون أصفر ليموني، زنسوفيل ليموني، الزنسوفيل هو الإيه؟ الليموني. طب الكاروتين، الكاروتين برتقالي، برتقالي، الكاروتين بيكون لونه برتقالي. حتى مثلا عندنا مثلا الجزر اسمه ايه؟ كاروتس، الجزر اسمه كاروتس، وبالتالي كده لما اقول لك مثلا الكاروتين بيكون لونه برتقالي زي مين؟ زي الجزر. طب تعال نشوف بقى بالنسبه للنسب بتاعت مين؟ بالنسبه للنسب بتاعت تواجد الاصباغ دي موجوده في النباتات. احنا عندنا الكلوروفيل على بعضه كده نسبه تواجده بيشكل 70%، انما عندنا الزنسوفيل ده نسبه تواجده بيشكل 25%. طب البرتقالي بيكون بقى ال 5% اللي فاضلين. طب عشان احفظها، اساعدك ان انت تحفظها ازاي؟ بص بقى، هو اكتر لون بيتواجد في النبات بيكون ايه؟ اللون الاخضر، وبالتالي كده الكلوروفيل كله على بعضه 70%. طب تاني اكتر لون بينتشر في النبات هو اللون الاصفر الليموني، وبالتالي ده اللي بيشكل 25%. طب اللون الاخير بقى اللي هو الايه؟ البرتقال. دي اسمها الاصباغ الاساسيه. هل يا ترى في اصباغ تانية؟ ايوه في طبعا اصباغ تانية، بس دي الاصباغ الايه؟ الاساسيه، الاصباغ الاساسيه. طيب انا هيجي لي عليهم السؤال ازاي؟ هقول لك مثلا والله جدر الجزر ده، جدر الجزر ده اكتر نوع صبغ او اكتر صبغ بيكون موجود في مين؟ كلوروفيل الف ولا ب ولا زنسوفيل ولا الكاروتين؟ تيجي تبص كده على جدر الجزر تلاحظ ان لونه برتقالي، وطالما طلع لونه برتقالي بكده اكتر حاجه او اكتر صبغ بيتواجد فيه هو الكاروتين. طب مثلا اقول لك ساق زي ساق الملوخيه، ساق الملوخيه ده اكتر صبغ، اكتر صبغ بيكون متواجد في مين؟ طبعا ساق الملوخيه بيكون لونه اخضر، وبالتالي اكتر صبغ بيكون موجود فيه هو الكلوروفيل. طبعا وظيفة الأصباغ هو امتصاص الطاقة الضوئية. طب هل يا ترى كلهم بيمتصوا؟ احنا عندنا أكتر صبغ بيمتص الطاقة الضوئية هو الكلوروفيل ألف، والباقيين كلهم بيمتصوا، كله بيمتص طاقة ضوئية، بس حتى لما بيمتصوها بيدوها لمين؟ بيدوها لألف، يعني حتى الكاروتين بيمتص ويديها لألف، وهكذا برضو الكلوروفيل ألف بيمتص ويديها لإيه؟ لألف. طب عايزين نشوف بقى التركيب بتاع الكلوروفيل. احنا قلنا تركيب كلوروفيل ألف، كلوروفيل ألف بيتكون من إيه؟ بيتكون من سي 55 اتش 72 او 5 ان 4 ام جي اللي هو مين؟ المغنيسيوم. طيب بص بقى، شايف التركيب ده انت تحاول مثلا تحفظها باي طريقه. سي 55 الاتش اللي هي اهلاويه، كان في تقريبا تيشرتات للاهلي كده مكتوب عليها 2 ايه و70، والخمسه عربي وانجليزي، اللي هي خمسه كده عربي هي هي بالانجليزي هي خمسه، والان 4 والام جي. الام جي بقى دي ذره واحده بس، العلماء بقى اعتقدوا او في حاجه فيه ان في علاقه ما بين ذره المغنيسيوم وكفاءه الكلوروفيل على امتصاص الطاقه الضوئيه، يعني سيبنا كل الذرات دي كلها ومسكنا في مين؟ مسكنا في المغنيسيوم. العلماء قال لك بالرغم من انها ذره واحده الا ان في علاقه قويه جدا ما بين ذره المغنيسيوم الواحده دهيت وقدره الكلوروفيل على امتصاص الطاقه الضوئيه. يبقى ده كده تركيب مين؟ تركيب الكلوروفيل الف. هحتاج التركيب ده واجيب لك عليه سؤال كمان شويه. المهم او في عامه في بقيه الدرس، يعني لما احنا خلص النهارده ان شاء الله الجزء الاولاني، والجزء الثاني هبشرحه لك في وقت تاني او في يوم تاني، على يعني على درس تاني. المهم ده كان مين؟ احنا تعالى كده نراجع. احنا قلنا ان المكان الاساسي اللي بيحصل فيه عمليه البناء الضوئي هو الورقه.
طيب اشمعنى؟ لانها بتحتوي على بلاستيدة خضراء. طب اشمعنى؟ عشان بتحتوي على الاصباغ اللي بتمتص الطاقة الضوئية، طبعا الكلوروفيل اللي بيمتص الطاقة الضوئية. طب هل يا ترى الورقة بس هي اللي بتعمل بناء ضوئي؟ قلنا لا، لان احنا عندنا سيقان النباتات العشبية. سيقان النباتات العشبية بتحتوي على نسيج اسمه النسيج الكلورانشيمي، ده عبارة عن نسيج بارانشيمي بيكون فيه اصباغ الكلوروفيل. اصباغ ايه؟ الكلوروفيل، يعني بيقدر ان هي تمتص الطاقة الضوئية. طيب كلام جميل. بعد كده دخلنا وقلنا تعالى نشوف تركيب البلاستيدة الخضراء. قلنا ان هي عبارة على ايه؟ عبارة عن ايه؟ على شكل عدسة محدبة علشان تزود مساحة سطح الضوء الممتص. طيب كلام جميل. تزود مساحة سطح السطح المعرض لامتصاص الطاقة الضوئية. طيب يبقى قلنا ان هي على شكل عدسة محدبة بتتكون من غشاء رقيق مزدوج سمكه 10 نانومتر. طيب كلام جميل. الأرضية بتاعتها اسمها الستروما، أو بنقول عليها النخاع، ستروما أو النخاع. بتتكون من مواد بروتينية عديمة اللي هي عديمة اللون، بتحتوي على حبيبات نشا، وبتحتوي على دي إن إيه، وبتحتوي على أقراص الجرانة. كل 15 قرص مع بعض بيكونوا لي حبيبة، بس اسمها حبيبة الإيه؟ الجرانة. قطرها بيكون نص مايكرون، وسمكها بيكون 7 من 10 مايكرون. وطبعا ممكن يمتد قرص من هنا لحد ما يوصل لهنا عشان برضه يزود مساحة السطح المعرض لامتصاص الطاقة الضوئية. أهم ما يميز الجيران إن هي بتحتوي على الأصباغ. الأصباغ قلنا أنواعهم هم إيه؟ عندنا أصباغ الكلوروفيل ألف وكلوروفيل ب لونهم أخضر. الكلوروفيل ألف بيكون لونه أخضر مزرق، وكلوروفيل ب بيكون أخضر مصفر. وعندنا الزنسوفيل أصفر ليموني، والكاروتين تين برتقالي. يبقى النسب عندنا الكلوروفيل كلهم 70%، والزنسوفيل 25%، والكاروتين 5%. وتركيب طبعا الكلوروفيل بيكون سي 55 اتش 72 و5 ان 4 والام جي، وده يعتقد طبعا او ان بيكون لها علاقه ما بين كفاءه الكلوروفيل على امتصاص الطاقه الضوئيه. نيجي بعد كده نشوف تركيب الايه، تركيب الورق. لو مسكنا مثلا دي كده مثلا ورقه، دي ورقه. الورقه دي لو احنا جينا من هنا كده وقضينا ان احنا قطعناها اهو، جينا ان احنا قطعناها من المنظر ده كده، وبدانا ان احنا نبص على الورقه دي مثلا من المنظر ده كده، ده كده عامه اسمه عرق ايه؟ عرق وسطي. فهبدا احط الورقه قدامي وابدا ابص عليها كده من المنظر ده. فالمنظر اللي في النص كده ده منظر الايه؟ ده كده العرق الايه؟ الوسطي. بيكون على الجنب هنا كده بيكون فيه، ادي الورقه من الناحيه دي وكده الناحيه دي. يبقى اللي حصل ان انا مسكت الورقه قطعتها، ادي كده الورقه قطعتها من هنا كده، وبدات ابص فظهر لي المنظر ده. ده العرق اللي في النص اهوت، وده كده شكل الورقة. الورقة بتتكون من 3 نسيج. الورقة بتتكون من 3 نسيج. أول نسيج معايا، تعال نجيبهم على جنب كده. أول نسيج معايا اسمه نسيج البشرتان. يبقى ده كده اسمه الإيه؟ البشرتان. عندنا البشرتين ده بيتكون من إيه؟ عبارة عن بشرة عليا. بص دي خلايا اهيت جنب بعضها كده اهيت، بتكون لي حاجة اسمها الإيه؟ البشرة العليا. وطبعا خلايا تحت اهيت بتكون لي حاجة اسمها البشرة السفلى. البشرة الايه؟ يبقى دي كده اسمها البشرة السفلى. يبقى أول نسيج معانا البشرتين، البشرة العليا والبشرة السفلية. يعني ده كده الجزء من فوق أو البشرة العليا والبشرة السفلية. طب البشرتين عبارة عن ايه؟ عبارة عن خلايا برانشيمية. خلايا ايه؟ برانشيمية. يبقى حلو خالص، خلايا برانشيمية تخلو من الكلوروفيل، يعني ما بتقدرش تعمل عملية البناء الضوئي. بيبقى تخلو من الكلوروفيل، خلايا برانشيمية تخلو من الكلوروفيل عديمة اللون، ما كده كده ما فيهاش كلوروفيل، وبالتالي ما بتقدرش تعمل بناء ضوئي، وبالتالي كمان بتكون عديمة الايه؟ عديمة اللون. بيغطيها من الخارج طبقة شمعية اهي، طبقة شمعية اسمها الكيوتين. طبقة شمعية اسمها كيوتين، كيوتين. يبقى ده اسمه طبقة شمعية. هي وظيفة الطبقة الشمعية دي ايه؟ وظيفتها ان هي بتمنع نفاذ الماء. طب هل يا ترى هي بتغطيها كلها؟ طبعا لا، بتغطيها بس ما عدا فتحات كده صغيرة هنا، فتحات دي اسمها الصغور. الفتحات دي اسمها ايه؟ الصغور. يعني ده كده اسمه الصغور. طبعا الصغور دي بيكون عليها خلايا اسمها الخلايا الحارسة، بيكون فينا خلايا اسمها الخلايا ايه؟ الحارسة، بتفتح وتقفل الصغور. يبقى تاني احنا عندنا
الورقة دي بتتكون من 3 أنسجة. أول نسيج هو البشرتين، عندنا البشرة العليا عبارة عن خلايا برانشيمية برميلية الشكل، يعني خلاص عرفنا يعني كلمة خلايا برانشيمية، برميلية الشكل يعني على شكل براميل تخلو من الكلوروفيل، عشان كده ما بتقدرش تعمل بناء ضوئي، وعلشان كده برضو بتكون عديمة الإيه؟ عديمة اللون. دي كده البشرة العليا والبشرة السفلية. طبعا بيغطيها من الخارج مادة شمعية اسمها الكيوتين، بس مش بتغطي السطح كله، ده بيكون ما عدا فتحات اسمها إيه؟ اسمها الصغور، ما عدا فتحات اسمها الصغور بيكون عليها خلايا اسمها الخلايا الحارسة. تمام، نيجي بعد كده للنسيج الثاني وهو النسيج المتوسط او النسيج الميزوفيلي. الميزوفيلي، ما هو النسيج المتوسط يعني النسيج الايه؟ الميزوفيلي. النسيج المتوسط او الميزوفيلي بيكون خلايا بيتكون من طبقتين، اول طبقة بتبقى شبه خلايا كده شبه العواميد، خلايا هي شبه العواميد، الطبقة اللي فوق كده خلايا شبه العواميد بقول عليها الطبقة العمادية، الطبقة العمادية. تمام، بيكون تحتها خلايا فيما بينها مسافات بينية كده شبه يعني في مسافات بينية كده شبه الإسفنج، فنقول عليها الطبقة الإسفنجية، الإسفنجية. يبقى عندنا النسيج المتوسط ده او النسيج الميزوفيلي بيتكون من طبقتين، الطبقة اللي فوق اسمها الطبقة العمادية اهيت لان الخلايا شبه العواميد، والطبقة اللي تحت دي بتبقى الخلايا الايه؟ الخلايا شبه فيها مسافات بينية ما بينها كتير، يبقى كده المسافات دي بتبقى عاملة بتخلي الشكل ده عامل زي الاسفنج كده، فنقول عليه نسيج او الطبقة الاسفنجية. طيب ايه اللي بيميز الطبقة العمادية عن الطبقة الاسفنجية؟ ان الطبقة العمادية بيكون فيها عدد كبير من البلاستيدات الخضراء، فيها عدد كبير من البلاستيدات الخضراء، وبالتالي بتقدر ان هي تعمل بناء ضوئي اكتر، وطالما فيها بناء ضوئي اكتر يبقى اكيد فيها نشا اكتر، يبقى اكيد بتستهلك ثاني اكسيد الكربون اكتر. انما الخلايا اللي تحت بتقدر تعمل بناء ضوئي لان بيكون فيها برضه بلاستيدات خضراء بس بنسبه اقل عن اللي فوق. يبقى تاني اللي بيميز الطبقه العماديه عن الطبقه الاسفنجيه ان الطبقه العماديه بيكون فيها عدد كبير من البلاستيدات الخضراء، وطالما فيها عدد كبير من البلاستيدات الخضراء يبقى بتعمل بناء ضوئي بنسبة كبيرة، وطالما بتقدر ان هي تعمل بناء ضوئي بنسبة كبيرة يبقى يكون فيها نشا كتير، ويكون فيها استهلاك ثاني اكسيد الكربون كتير، ويكون فيها انتاج الاكسجين كتير. طيب انما الطبقة اللي تحت دي، الطبقة اللي تحت دي بيكون اسمها الطبقة الاسفنجية، والطبقة الاسفنجية دي بيكون فيها مسافات بينية وفيها بلاستيدات خضراء، يعني بتقدر ان هي تعمل بناء ضوئي برضه بس بنسبة اقل عن اللي فوق. وبالتالي لما اجي اسألك اقول لك مين الطبقة اللي بيكون اكثر اخضرارا، سطح الورقة ولا السطح الجزء السفلي، يعني السطح العلوي للورقة ولا السطح السفلي للورقة هو اللي بيكون اكثر اخضرارا؟ طبعا هتقول لي الطبقة العليا لانها بتحتوي على بلاستيدات خضراء، وبالتالي كده الورقة بتكون اكثر اخضرارا من فوق. نيجي بعد كده للنسيج الثالث معانا وهو النسيج الوعائي. الوعائي يعني النسيج اللي بيبقى عبارة عن أوعية، واحنا عندنا أوعية الخشب وأوعية اللحاء. بص عشان أسهل عليك، هنا أوعية الخشب بتكون موجودة في الجزء ده كده، الخشب واللحاء في المنطقة دي كده، الحتة دي. بص كلمة خشب هنحفظها بـ3 كلمات أو بـ3 حروف، خ خ خ. الخشب ده بيكون خارجي، الخشب اهو ادي كده خشب خارجي، هو اللي بيكون خارجي يعني هو اللي بيكون ناحية السطح اهو، خشب هو اللي بيكون خارجي وبيحتوي على المواد الخام، هي المواد الخام اللي هي من الماء والاملاح، يبقى تاني لما اجي اقول لك هنا الجزء ده فيه ايه؟ في املاح، في ماء واملاح ولا في جلوكوز؟ هتقول لي في ماء واملاح. عرفت ازاي؟ لان احنا عندنا خ خ خ، الخشب بيكون خارجي اهو، خشب بيكون ناحيه الخارج وبيحتوي على المواد الخام بس. يبقى اللحاء العكس، مين اللي بيكون موجود تحت ده؟ ده كده اللحاء، واللحاء بيكون في مين؟ بيكون في بقى الغذاء اللي هو الايه؟ الجلوكوز. بس كده يبقى احنا كده فهمنا الفرق ما بين الخشب واللحاء. الخشب خ خ خ، خشب خارجي بيكون في مواد ايه؟ خام. انما الناحيه اللي تحت بيكون عكسها بقى، يبقى مثلا لما اقول لك الحته دي فيها الجلوكوز يبقى ده الجلوكوز موجود فين؟ موجود في اللحاء اللي بيكون الناحيه الداخليه. وبكده انا بخلصنا تشريح الايه؟ تشريح الورقه، وبعد كده ان شاء الله نشرح ازاي النبات بيقدر ان هو يعمل عمليه البناء الضوئي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.